وللحديث عن الأزمات الاقتصادية والتضخم والبطالة التي يمر بها المواطنون في العراق، معنا عبر سكايب من عمان الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور صباح علو. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا ومرحبا بكم. حياك الله. بداية، كيف تقرأ تعامل الحكومة مع أزمة ارتفاع سعر الدولار في البلاد وانخفاض الدينار العراقي أمامه؟ هل هي مناسبة بالفعل لإنقاذ الطبقات الضعيفة والطبقات الأشد فقرا؟ تحية لكم ولقناتكم الرائدة في متابعة الواقع العراقي. حقيقة إجراءات الحكومة ما زال لغاية الآن تفكر بطريقة آنية دون النظر لمستقبل الأجيال القادمة أو السنوات القادمة. لغاية الآن في ذهنها معتمدة على ارتفاع أسعار النفط والإيرادات الداخلة، فتقوم بعمليات لا تجدي نفعاً إن لم تقم باستثمار هذه الأموال وهذه الإيرادات في أولاً فتح مشاريع إنتاجية تزيد من نسبة مشاركة الزراعة والصناعة والخدمات والسفر والبنية التحتية وغيرها، إضافة إلى ما يمكن أن لم يفكر به العراق مستقبلاً خلال هذا العام أو الأعوام القادمة، انخفاض أسعار النفط، وهذا محتمل. العالم كله يتجه إلى الطاقة النظيفة، وبدأت عمليات الاستغناء عن كثيراً من عملية استهلاك الوقود الأحفوري بكل أشكاله، وكذلك أيضا الغاز. العراق ما زال لغاية الآن يفكر بطريقة غير سليمة. الحكومة السوداني حاليا تكتشف، وجميع من في الحكومة هم كانوا أعضاء موجودين في أما في الرئاسات الثلاث مجلس النواب أو موجودين في الحكومة السابقة أو الحكومات السابقة، وتعلم طبيعة الفساد الذي أدى إلى توقف ما لا يقل عن 20,000 من المصانع والمعامل، سواء كانت عامة أو خاصة، ويكتشف أن هناك 1600 مشروع متلكئ منذ سنوات. إذن محاربة الفساد من أين تأتي؟ وهم على علم بذلك، ولذلك الأسلوب الترقيعي التي مرت بها الحكومات السابقة يتكرر حالياً. حتى طيب، زيارته هل يجوز للدولة في هذا الإطار، يعني هل يجوز للدولة التحول إلى المساعدات المفتوحة للمواطنين دون تهيئة خطط اقتصادية للتحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد متنوع؟ وما خطورة توزيع أو إطلاق هذه المساعدات دون إدراجها في الموازنة التي من المفترض أن تقرأ خلال أيام وفيها عجز 30%؟ حقيقة أولى صفات الحكومات العراقية بعد 2003 والعملية السياسية أنها لا تمتلك برامج تخطيط حقيقية في استخدام الإيرادات في الموازنات المخصصة للوزارات. هذا هو الجوهر الأساس الذي تمت بناء عملية الموازنات بكل أشكالها، ولا توجد مشاريع وخطط خمسية، ثلاثية، عشرية على مدى 20 سنة، يضعون إعلاناً كبيراً على الورق والقنوات والتصريحات، ولكن عندما تأتي إلى الواقع ترى عكس ذلك. ولذلك نلاحظ أزمة العراق الجوهرية والأساسية أن هذه العملية السياسية لا تتمكن إنقاذ العراق أو تخليصه من أزماته بكل أشكالها. هناك حالياً عملية تطبيل لذهاب السيد السوداني إلى ألمانيا، أنه سيأتي بعملية إنقاذ في مسألة الطاقة الكهربائية أو عملية بناء مصانع وتقنيات حديثة وغير ذلك. ولكن من المحتمل أن يتعاقد أكيد مع شركات كثيرة، ولكن الإشكال يكمن أن لا توجد عملية تعاون كاملة متكاملة في عملية البنية التحتية بكل أشكالها. هي العملية ليست عملية كهرباء فقط، وإنما
إرادة سياسية لإصلاح الواقع الاقتصادي والسياسي والثقافي والخدمي للعراق لم تتوفر وما زال لغاية الآن. يعني إحنا نزيد عمليات توزيع هذه المرتبات البسيطة التي لا تغني ولا تسمن من جوع على الفقراء الذين يتراوح عددهم أكثر من 10 مليون بالعراق أو يتجاوز ذلك. نلاحظ هذه عملية رعوية، يعني هناك أصبحت الدولة راعية كأي إنسان يمتلك أموال يساعد بها الفقراء بنسب بسيطة لا تتجاوز 20% من تكاليف المعيشة. طيب، للفرد هنالك توجه آخر لدى الحكومة وهو التوظيف بأعداد كبيرة تزامناً مع ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، فهي تقول هذه الخطوة ستكون مساعدة بالفعل لهم. ماذا عن التضخم؟ هذه خطوة حقيقة، هي خطوة آنية ولكن على المدى البعيد ستخلق لنا بطالة مقنعة في أجهزة إدارة الدولة. نتمنى أنها تعمل الدولة على فتح مشاريع إنتاجية مختلفة وتعمل على توظيف هذه الاختصاصات أو هذه العناصر التي أكل فيها الوضع الاقتصادي السيء، وهناك خريجين منذ 5 سنوات أو حتى 10 سنوات. إذن ليس هناك برمجة في التعليم حسب احتياجات الدولة للقوى العاملة، ولا توجد هناك مشاريع حقيقية تمتص هذه البطالة. كل ما تزداد البطالة تزداد الفقر. أنت تعمل أولاً على امتصاص البطالة يقلل لنا بشكل كبير جداً نسبة الفقر، وهذا هو الجوهر الأساس، حيث الفقر بالعراق أصبح ظاهرة سياسية وليست ظاهرة اجتماعية. نعم، ما سر هذا الارتفاع في سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي والقفزات التي يسجلها بين فترة وأخرى، وكذلك ما علاقة مزاد العملة في ذلك الأمر، وعلى أي أساس يمتلك البنك الدولي أو يتخذ البنك المركزي العراقي قرارا بإيقاف مزاد العملة أو استمراره، وهل هو حل ناجح لهذا الأمر؟ حقيقة منذ سنوات ونحن ننبه أن مزاد العملة سيساعد بشكل كبير جدا على توسع عمليات الفساد وعمليات غسيل الأموال حقيقة، أو عمليات حتى تهريب العملة. وكلنا ندرك أن الديون الإيرانية على العراق منذ تزويده بالغاز وكذلك أيضا بالطاقة الكهربائية وصلت مرحلة في نهاية العام الماضي إلى ما يقدر ب5 تريليون دينار عراقي. عندما بدأ البنك المركزي بعمليات التحويل، البنك الفيدرالي الأمريكي أوقفها، ولحاجة إيران لهذه الأموال حقيقة اتفقت الحكومة العراقية مع إيران أنها تقدم له القيمة بالدينار العراقي. نعم. ولكن هذا الدينار العراقي سبب خللا كبيرا جدا في السوق، حيث بدأت إيران بتوظيف مصارفها وشركاتها وغيرها العاملة في داخل العراق بالسرعة في عملية شراء الدولار من السوق، مما أدى إلى زيادة في الطلب وقلة في العرض، فأدى ذلك إلى ارتفاع هذه القيمة، وصل اليوم إلى 161، قد يكون أكثر. وأنا في اعتقادي هذه العملية مرتبطة أيضا بهنا أن هناك تزوير للعملة. يعني تكلم بعض العناصر على بعض القنوات أن إيران تمتلك عملة مالات عراقية ما لا تقل عن 50 تريليون دينار عراقي، وهذا شيء خطير جدا، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع في قيمة الدولار بدلا من 161 قد يصل إلى 200 أو أكثر، نتيجة للطلب الكبير على الدولار لعملية التعويض. وهذه حكوماتنا ومؤسساتنا المالية لم تعطيها أي شكل من أشكال الأهمية عندما أوفدت
المختصين الماليين الإيرانيين بتسليمهم هذه القيمة من الدينار العراقي، وهذا لم يحصل في أي دولة أخرى. الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور صباح الله، كنت معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في بانوراما رافدين.